بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وانا أحسن كسر وهذا برامج كنا دفعنا الغيبتن. وعين كل هذا دونا ما ينكو يجي دونا دورشوي ككسر ذا وطن كسوماليا ينو يجي دونا يه. وها هوري يسود ديوان قلي صدون يسقال مشرحه مركزية وخد بدك ورجدي برلمان كفيو تمناد الجمهورية الفدرال كسوماليا قولي هيسا أما اللي بدي سقول عن راهدة كواسيو مالمه وقدم بيه خد بده هذا أدلق هذا دقيه يبره برشدة مركز لأجو مشرحين تاسيها الدباء انتي اي خطبة ديين كدي بوحاد عاي اسبدل لنا عا مشرحين تا ومركاسي هبين ندي وقدم بيي حالي اي هبين هربا وحاد عاي اسو تناسل حوغن ومركاسي سياسيين سامين كولي او ييقونا كم مدى مشرحين تي مركاسي اسو شرح حيل كم مدى حوينها يالا شيغي اينا يو تناسلين مشرح كالي او مركاسي سو كم مدى مشرحين تا وقعد عاد دور الشدن ماانتا او تهجن عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه وحا وكمد يهي مشرحين تاو عاد عاد مركاسي وتاغن حلك مدحوينها جمهورية دا فدرالكا الصوماليا اما توب تانكا كوى اللي دادو ايو مركاسين وقيبك يهي لغو ترين ايا وحا مركاسي وتنا سولي لابا مشرحو يغونا سامين توضالي عبد الكريم حسين قوليد وحا مدحويني غوري الدولة قبليد كا قل مدوك غورينا وصو نغضي وسير كا امنيقا يارمها قدها ايا كميدا مشرحين تمركاسي وتناسلي وحاونا كميدا ها سغال يا صدن كي مشرح هي وسد وانغليي خلك مدحوينها اني وترتمان سدو كلي عبد الناصر عبد الله محمد ايا اسغنا كميدا مشرحين تا وتناسلي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه ارينتاسي اي نو يغي دونا مخو عبد الرحمن كغه دوي هي هدبا مشرحين تا كلي وتاغن خلك مدحوينها اي مركاسي ايغا الا اي هدا اينا موقنين وح تناسل او دينعودا اي كان سدين اما مشرحين كلو اي كو كسبدين اني وتناسلان مخايسه سبب عبد الرحمن أيو تناسلين لوضع مشرحة سامين تلا مصدق كرتا إن مشرحين كلا مركزي أيو تناسلين وحيلك شو صاحب كي جامع حسن عبد الله جيس نقفل دي جامعه أنك سود ويا مركه هاي حال كور ما شاء الله أي وفي عنده بخير عدالة ويا اسكف في عنو وحديش كتا عبد الرحمن عبد الشكور نلا يغنو أي ومعارض صق قاي دولة كده بقي إم بغل أنت أي شرتي شن سنة ومعارض هرت شن سنة كهر دولة دي حسن شغل محمود نيكا لما أركي جريني معارض بوها حقيت جري لكن سيدان أمام مغنين ها سيدان بأم مغضي مركا وحريان هيبان جري ولا ولا لكن سيدان بأم قيلي هي ولي معارض بوها وردولة دي أرمسة تي شريف لغي ماد مانا تي شريف وسير بوكا هاي ويحي كدن بيبا سيدان وفرماتي ودو بتاقنا أم بوكا كلنا ودو بتاقنا فرماتي أدول قادم وهاي أرمينا سيدان هاي ننكو فرماتي ونو معارضك بالله ما واي بل واركي دونا دي بان تاريخ سورة عي دونا ان كان نمادنو مشارع عبد الرحمن عبد الشكور رقي خطبة هاتشيديب وكمي دها مالنتي كوباد ماركتي خطبة تشيدينتا لبنين او سامين عروس لي ايا حالي يهبين هورا لشيغيني لبادو كانت او تنازلين استغو وليب الدولة قبلات كيو كي يمين اي حبادي كاسعوت بل كورنا عرب داسي بسم الله الرحمن الرحيم وسلام يا جودهم بود صوفيين مركز تيجوا محمد الله سلام الله عليكم إن هرت الدجال كا ماشي لي هذا دوس مرهب كدا عي أنت كل ما تي وحن لين هاي الله أون حريستو إن أنت دعوة عن الله أبوه كدا يو إن دل كان النبات اللود دايو أنت أبوه كوفي عنته وحن نبض هين ومعنا له مشرين حبض حل إيو ما ركت هايتو حل ليش تدل كان هذا اللود داي وسيد يكون هيكسن سبتو حبض حل لقوم الجارو حقنا دي إيو ما رت إسريح ريح صدم سنية سياسة وسوسو حبوا الوجارو يا مركا دل كان بده اللود دايو إن عبد الرحمن عبد الشكور مركا لفيريو إيو دي سامين تسياسة ده أولي هي إيو ما رت مشرحين ده هاد وتناسلي حويان دي رمتي وأرين ما ركتاي تمرك نعيا بدن لقى فيريو إن مو تشينيسا بسير سياسة ديت إن عبد الرحمن عبد الشكور سياسيين استقل لم بدأها وهاي بيا بالوداق يا هاي لكن هو اللي بدمع عيسى يدنتي سو قارو أحد إن هذانا استقل أيوة تناسلان وما ركتاي وأرين إن ما ركتاي تو مو تشينيسا سياسيين تاسي بسير كذا يو إن أيهين سياسيين إن رجس سياسة ديت ومستقبل كأه له إن تودي هذا مستقبل كدونه إن محامكو لهذا يتؤهي بي ولا الكود مركب مهمة دا وحيت هاي وأحمر تكود دا يشمضن وسياسي كستو سوماليات إن قدام عيسى يهنك أوليه وحد كمان كرو أنا وحي مارك تحرك ديس نقنن وأنا أربا كلي أنا كسو كوب من وحي أدور ربا إن أدمار تاي تهدنا إس حد كمان كرتو أدمانت أد أدافي كرتو إن ولا الكا
دي وحمار تايتو بسال سياسات اي كم مغدان بركة عبد الرحمن عبد الشكور عبد عبد الكريم حسين قوليد يا ناصر عبد الله صدح سياسي او اسكو ميسانا معه اي ويكلم ميسان علوسيين بركة ان لقى هذا ليو ان وحيابي لصومري ها سياسة الصومالية مرحلة دي دو كل دونا لصومري ان عبد الناصر عبد الله هو انا اقول ساسا هذا هو ملي مشرحين تفرماتي انه كم دي هنا وصورة قال حتى ليش هذا مشرحين فرماتي فرماتي دي مشرحين تماش هذا مرعسة صدح ميلاد برك الواقع بي الله بي يولي بس يادو سي مشرحين يا الله بي يا حوغا هل كاوتش العدد الصومالي انا ما فاهمين ما مهمة دا وحيتها هاي الى صدح يا الله باتن مشرح صدح يا الله باتن مرشحين وفرماتي كبحي لعقتي أفرتن كي يكونوا كبحي أو شر حم بهتيرة أو مركا والله قلت هلا قالين نبي ركوس العرر هل عضل العرر إنه معناه عضتك عضتك من يباهن أي صدق هلا عطينك ها كرسي إيه محمد هلا عطينك مشرح مشرح ها أما صدق هلا عطينك هسي نن ماشي سوي استهجي إنه قريب كي هي أنا ما أقارنه مرك أنت اسمك هذا حساب مسوى ما هو حق ما هو حق رسمي وحقيق ترتبع ما هو حق إيو ما هنقول هذا إيوه وحلا شيك شيء هي ما هو وحلا أوجي هاي عادي ويان صدق يلا بعدين مشرح ويران وسوي العقد كبح وسوي العقد كبحي ودبرك الله قصوى تعبتوا لي نو ولا بمد أمر الله والله عر أنا سعادة الله قريب يعني ها يبهن وكذا وهذا ورقة كوباد أفر بصوب حيسموك ده أفرت عودة صوب حيزة رجبا سو قارينين مركا هاد هدي أي ورقة الكوبات كسو قدبان كرسي جاي هلاش تهينة قاتان مركا سي أي نقبة سو قارين ورقة لبعض إن محمد هذا عودة كأي هلي لهين أما قاب حافظ هذا اللي يقولك العرر أما قاب شليمان هذا اللي يقولك العرر إن محمد هذا تنين به العودة قاتو واي وحكا ماشي كسو صارت انا كو صدح الا باتن ماشي اسمع هذا ومركي انه كجيري نكاسي عبد الناصر انا موغي لكن لبدن كلي عبد الرحمن يا عبد الكريم ان لو شخصي او يي يا كبيلات يا اسك بخي ار مالين هي وكا واي مركا لبدن شخصي كلي ومركاس يي لو اسكو مدح بنان بهاي ها واي ما لو حزبي كلي وتان نور حزب مركا عبد الكريم وحزبي وتان صحن سان حزب اللي روته حزب يسهم واي يقول عبد الكريم قوليد واي واقرتي عبد الناصر عبد ولي اورتي باورر لكن من فرماج سو شرح ده مبتنا سولي كلام مشرح كلي وان فرماج هاي سوما ما حالته بس بدليسا حالته بس بدليسا مركي اس بدشو هو حليه وحا جيره واخ ولبا اي ماركتايتو اينا صوره قال اهين اني سي سودان مركا وا لوو قنعيي way saddexdan isku gobol bay ka soo jeedeen galmudug bay ka soo jeedaan xaafadaha markii la yiraahdo xaafad bay ka soo wada jeedeen ee toddoba nin oo halka ka yimid galmudug ayay maaragtay toddoba 17 iyo siyaada 20 ku dhawaad way markii galmudug la hadlay way xawaaru galmudug wada markii laga hadlay laakiin markii xaafad laga hadlaayo ee macnaha beel hoosaadka markii laga hadlay nimankani toddoba musharax oo halka ka yimid iyo qayb ka yihiin iyo qayb ka yihiin saddexdan musharax dinaan kale iyo qolooyinkan xamar u badan iyadana waxa la yiraahdo 10 musharax ayaa iyadana hal xaafad ba iyagana ka soo wada jeeda ma laga yaaba isu tanaasulkan ay sameeyeen qolyahan dhinaca ka yimid galmudug in isu tanaasul la mid ah ay sameeyaan qolooyinkan kale markaasii Sharif iyo ay weeyeen Xasan Sheikh aan horta meesha nin iyo damac iyo weey qaarna dadba dabada ka wada oo ay u sharaxan yihiin ee iyagu isuma sharaxna sharaxeen badan oo iyagu aan soo sharaxnayn baa jira oo maxaan ku yahdaayto siyaabo kale oo ku soo baxay oo saa ku sharaxan marka hawma laynin meesha aan aqalku shaqeynin oo dadku ay sawax fahmeen musharaxiinta iyo maxaan ku yahdaayto dadka ku maaratay xeeran ee u sabcinaya hore u socda ku haya ee wajiga kala duwan ku taageeraya ha u malaynin inay yihiin dad aan wax fahmaynin way fahmayaan laakiin ujeediyo damba la leeyahay dad baa la xaraya ima muuqata marka fursado laysa siinayo oo maaragtay tuninki in kasto de sifiyadii ay qaateen boqolkiiba 90 ujeedada laga lahaa meesha inteeda badan waxa weeye qofku inuu khudbeeyo laakiin hadda 17 baa haray oo ah inuu soo fariisto maxaan ku lahaa safka hore ee meesh maartay doorashada lagu qabanayo in ay safka hore soo fariistaan oo jiraan ila saddex saf waxa buuxinaya musharaxiinta
marka waa muhiimada koobaad ee hadda maartay inta u harsan ninkii hadda is caasila kursigiisa waa la qaadaya marka ima muuqata fursad hadda ay maartay musharaxiin kale oo qaab leh ay isku casili doonaan laakiin markay meesha fadhiistaan ay salka dhigaan ay ogaadaan in kursigoodu ku fadhiyaan waa suuragal inay tiraasulaan walaan iga reebo meesha laga yidhi soo istaaga meesha uu yiraahdo waa tanaasulay oo membarka ka sheega ha waa suuragal weeyaan wakaasa muhiimadaha maartay dad badan halkaas ku tanaasuli doonaan waa arki doontaa marka 32kan sheegay halkaas ku soo saaray kamaradaasi maartay ay rabaan inay soo dhigaan maya way kuwa 32kan ayagu ma tanaasulayaan tartan ka galayaan ha ayagu waa galay waxa la rabaa ugu yaraan min laba cod inay la cararaan codadka ay halka ku beelayaan ha codad baa lagu kala baahinayaa dadba iyagu ismacsiliyaan intooda badan kii meesha soo gaaray waa sii galayaa ama waxba ha helo farmaajo baan u tanaasulay yidhaahay soo lama helay haday iyagu ha waa la helaya way aan fiirina marka maxay soo kordhinaysaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur in laba siyaasi ay u tanaasushay maxay soo kordhinaysaa isaga waxay soo kordhinaysaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsabi waa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markii Ilaahay ka dhigo insha Allah Ilaahay markuu qadaro waan u sii hambalyeynaya hadda dareenka badba waxay la jeedhay aniga buurta hambalyaan lahayd madaxweynaha madaxweynaha in lagu tanaasulay waa hambalyeyn ee maya in yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maya taas waa gacan waa hambalyeyn taa waa gacan ur ku jirta anaga ma ogin anaga maya anigu soo ma hambalyeyn karo iyadoo gacan ur ku jirta ma hambalyeyn kartid hadda waxa ugu hambalyeysa in loo tanaasulay yaa in loo tanaasulay maya waxaan ugu hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya warka cad cad baa ee soo socota ilaahay uu ka ugu dambeeyaa ahaado wax loo tanaasulay say aragmay Soomaa marka waxa uu soo kursiga u dhaweeyay sabay aa ha waa boosi u dhaweeyay sabay marka hambalyaan leh madal madaxweyne waa gar soo agar ee madaxweynaha soo baan halka ay Soomaanna hambalyaan ilaahay kuma guuleeyay laakiin salaasha sidoo socota tan salaasha sidoo socota bidni aljabbar hey u kaas ilaahay idinkii waxaan ka rajaynayna een waxaan ka badnayn hadda 24 saac ya ka haray waa qiyaastii hadda adigu waa galinkii dambe maalinow ilaa 9 saac baan joognaa soo ma wixii 24 saac ka yar baa ka haray ya ka haray haa adigu waa 18 saacadood baa ka hadhay 12 ka caawo markii la dhaafo 12 ka bari kala barkeeda adigu 6 saac ay barito markay noqoto waxa weyn doorashada wajigeedii iyo qaabkeedii waa ma uu bilaabanaya ilaa 6 saac habeenimo yuu socon 6 saac ma gaaray waa 2 saac fiidnimo lagu kala tagayaa maya sida ay u muuqmaa isma xukunto jadwalka la dajiyay ma uu xukumayo laakiin waxa xukumaya adu ka soo qaaday 24 saac ka yar baa ka hadhay 24 saac ka yar baa ka hadhay waxaan hambalyeelayay mudane madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo loo dooran doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya loo dooran doono waa la doortay kuma dhigaan loo dooran doono maana wax ka wada taageerayaashii nabad iyo nolol 10 sano kadib la dooran nabad iyo nolol maya bari baa la dooran insha Allah taala taageerayaashii nabad iyo nolol waxaan leeyahay intii suuxday iyo intii maxaan ku ilaahday ay wax ku dhaceenba een caafiya waa la doogayaa la dacaroon yaa dil la dooran waa kuma Cabdiraxmaan Cabdishakuur danisibki ambriyada ma soo noolaysa nasiib maya meesha dad iska joogay tagtay soo ma mar hadda tagtay soo ma shaqo maray waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay ee Cabdiraxmaan bal waarkayna intu keeno horta doorkii hore wuxuu helay muxuu 9 cod marka 9 keenan ka yaabi doon kaaru dhacdo hadduu 9kii dhaafi waayay goor yaa ma wa dhaafaya hey doorkan door Nazir Cabdinaasir hadda marka aan ka hadlayno si dhab ah oo aan maaratay waxana waa iska kaftan iyo sheeko ee kaftanka iyo sheekaduna barnaamijka qayb ka yihiin laakiin markii si dhab ah hadda loo fiiriyo labada nin ee ku tartami doona kursiga ugu sarreeya Soomaaliya aniga aragtida ii muuqataahi waa Xasan waa ninkii yahay Shariif Sheekh Axmed iyo ninkii yahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur wey wakaasa waxa kale oo iska yaacaya Xasan waa hadal leh abba waa tib Xasan Sheekh Maxamed oo ku dayay meesha iska joogana laakiin hadda sida ii muuqataaniga in insha Allah taala ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu safaaraan nagu ceebayne Cabdiraxmaan madar ku ceebo ugu waa wax gaaran oo way marka waa saar rajaynayaa sida ii muuqataaniga aniga aragtideedu way labada shakhsi ee ku loo lami doona kursiga inay Shariif iyo Cabdiraxmaan yihiin baa ii muuqata way labada madda Soomaaliyeed iyo xildhibaanada iyo shacabka waxa ay soo gaadheen
waxa aad ka sheekaynaysaa oo dhan inkastoo Shariif ka imaama Khadiija raacday oo isaga laftiisa una baa yarada dhigay xaalada farmaajo waxay ku dhigtay meel arkayse shalay maanta ma hadii kabaha ka qaado ma Khadiija ciyaar maqal shalay maanta ma hadii wallahi xaal ku sidoo isaan ma hadii aa marka Shariif ku waamartay waa dadka way ay baa waxa Alle ku kiciyay wixii uu isaga garab yaa jiray baa hadda ugu daran ba farmaaja ha mid walba meel buu ka soo dhigay tuur haya nafti ba ka dhacday lahayd dad badan oo kale wataa sadbuu bari tii weyn dhowr fuusto biya loo qaado insha Allah ta'ala ya ma sadday ma sadday madaxweynaha wa salaamayna madaxweynaha mushkil kaga hadlayna marka aan soo ururino doorashada hadda waxaad moodaa waa gabagabo Cabdikariin iyo Cabdinaasir tanaasulka ay sameeyeen ma laga yaabaa ama ma isleedahay waxay u soo kordhin karaan Cabdiraxmaan codad marka laga yimaado inay kursiga u sii dhaweeyaan oo raayul caamka iyo ay wax wanaagsan tahay haddana ma isleedahay taageerayaal iyo codad bay baarlamaanka ku lahaayeen oo ay ku biirin karaan farraaniga Cabdiraxmaan meeshan nin walba wuxuu rabu ku sheegayaa in markaad si fiican ugu kuur gasho laakiin xaqiiqda waa dareemi karaysaa meesha hadda musharaxiinta hadda wacdo musharax hadda wacdo hadda farmaajo wacdo 150 boqol mid iyaga ka mid ah xalay wuxuu igu dhaaranayay bilaa Soomaaliya jooga 147 xal dhiban oo dabka ka cad barhaysana ala xal dhiban waxa la siinayaa 600 kun cash oo dollar oo dollar on leh leh lahayn 200 waa farsaar 400 la meel baladhigaya awl hore 300 bay ku soo bilaabatay 300 oo kun iyo ku soo bilaabatay oo 100 la siinayo 200 la akoon loo maxaan ku leeyahay 20 xilibaan baan inta la isku geeyo oo halina hormuud looga dhigo akoon lagu shubo akoon lagu shubayo leeyahay hadhow markaad isaga doorataa inay uu madaxweyne noqdo qaybsada ma nin walba intii kala baxay adoo 4 milyan baa lagu shubay meesha 8 milyan baa hadda la idinku shubayaa baa leeyahay awl hore 4 milyan baa 20 xilibaan baa soo ma hadda 20 xilibaan baa 8 milyan baa la idinku shubayaa baa leeyahay sicirkii baa kacay ragba jawaan hurgufaya khayra wuxuu soo hurgufayaa tiro badan dani xoogaa buu leeyimid Cabdiraxmaan Abdushkuur naftirkiisa xoogaa buu wataa baa la yiri nimar waxa weyni ba taagti oo qodax ugu tagtaa laakiin say dooni ba hanqoto marka si dhab ah hadda aad u fiiriso hawsha wax la qiimeyn karaa ma jiraan ninka hadda wacdo wuxuu ku dhigay anigu 100 intaas aan haysta mid kale wuxuu ku dhigay anigu 100 oo baarlamaanka Soomaaliya 300 iyo 300 bay ahaayeen waxaan ka badnayne goormay 6 kun gaareen de 20 musharax oo nin walba ku leeyahay 100 iyo siyaadan haysta musharax waxa jira bari la kala bixi bari ha marka 9 cod helay marka wixii marka si dhab ah la soo fiiriyo dadkan meesha way iska tagayaan 10 musharaxan baa wax heli doonta tabanka musharax umba xogaa balaqsan oo wareega koobaad meeqa laga yaabo inay ka gudbaan timaa waa wax sharciyan ah jiraba oo aan la dhaafi karin ba ma aha yaa ka gudbayaan ka gudbeynin wareega kun haday sharaxdo wareega labaad 4 baa soo baxaysa wareega saddexaadna 2 baa isugu hadhaysa marka waa saddex wareeg lama dhaafin karo 4 wareeg lama gaarsiin karo afarta ugu cod badan ay ku qorantahay meesha afarta ugu cod badan waa dastuuri oo maxaan ku leeyahayto heer qalbi ah ma ya dastuuri heer qalbi ah heer hoosaadka doorashada ruuxa uga jiray soo agar ma waa heer hoosaadka doorashada markii wareega koobaad afarta musharax ee ugu cod badan baa la qaadanayaa ama saddex musharax ma afar afarta ugu cod badan yaa la qaadanayaa afartaas wareega labaad galeysa wareega labaad laba ku hareysa labana way soo baxaysa labadaas wareega kama dambeysa saddexaad ugu gudbaya ugu gudbaysa labadaas aan midii noqonaya madaxweynaha dalka wakaas absolute aad baa maasan tahay jamac galada ayuu kaasi ahaa intaas aan ku soo gabagabeeyay qodobkan waa ogaan doonaa wax 24 saac ka yar ayaa ka hadhay doorashada waxaan si hordhac ugu hambalyeynaynaa madaxweynaha soo bixi doona qofku rababa han mudane Cabdiraxmaan Abdushakuur maayo maayo qofku noqdaba han noqdee Shariif Sheekh Ahmed Cabdiraxmaan soo bixi doona ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya maada Shariif Shariif Sheekh Ahmed sayno wa salaamayna Hassan Sheekh Maxamuud wa salaamayna farmaajana wa salaamayna madaxweynaha farmaajana dhamaan umada madaxweynaha oo dhan wa salaam waayay dhamaantood balki noqdaba ama dani han noqdo ama Hassan Sheekh han noqdo ama Cabdiraxmaan Cabdushakuur han noqdo ama Cabdiraxmaan Maxamed Cabdixaashaan noqdo ama maaragtay
محمد أمين هم نغضا محمد أمين هم نغضا كون نغضا وسلام إنا وحلينا هاي هم بليهور دعاء ياد ليه هاي أنت عم كسر قبل قليل نغضا عبد القادر عصب لنا السلام إنا متناسلين متناسلين ولا كوي تناسلين قال ما متناسلين حافظ من هنا وياي وياي وما سندين تاني كلهم ضبي نبتقولي